ازيكم؟ ابتدت الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، وطبعا كالعادة روسيا هتاكل اوكرانيا في سندوتش زي ما بيقولوا. القمر حاليا في الوقت اللي احنا فيه موجود في برج القوس، وكالعادة الشمس دخلت في الحوت والمشتري في الحوت، مع ان المفروض اي حد يشوف الشمس جنب المشتري يقول لك ان ده اتصال ايجابي وكلام زي كده. اوكي، اتصال ايجابي، لكن المصيبة انه لما يكون فيه المريخ اللي هو كوكب الحرب هو اللي مقترن مع بلوتو، ابتدت العمليات العسكرية تقريبا الساعة 5 الفجر او 5 5 الا 5 وي. ممكن نرجع كمان مثلا اورز كده، نقول ان نرجع ساعة كده الساعة 4 الفجر مثلا بتوقيت كييف، وممكن ترجع كمان يا سيدي لو انت حبيت ترجع، ارجع كمان، ارجع مثلا 10 دقايق كده لحد الساعة 3 و53 دقيقة، يعني مع بداية طالع الجدي. كان المريخ في البيت الأول في اللي هو برج الجدي، والمريخ في البيت الأول أكيد بيكون في أقوى مكان. المريخ في الجدي في شرفه بيدل على للأسف بدايات الحروب. في حروب كتيرة ابتدت لما كان المريخ في الجدي، أنا ذكرتهم في الفيديو اللي قبل كده، هحط لكم الرابط بتاع الفيديو الأول في الوصف. ولأن المريخ في شرفه والمريخ اقتران بلوتو هو ده دلالة أو دلالات القتل. حتى إنه يوم 11 مارس 2020 تم إعلان إن الكورونا وباء عالمي، وتقريبا برضو كان المريخ في الجدي. يبقى المريخ إذا كان في برج الجدي، وزحل إذا كان برضو في برج الجدي، والمشتري لما كان في برج الجدي، احنا ما كالعادة ما بنشوفش من ورا الجدي ده خير. يعني برج الجدي ده هو برج السياسة، إذا اتفق السياسيين سرقونا، وإذا اختلفوا قتلونا. فيعني السياسيين دول ما بيجيش من وراهم خير. يعني عمرك شفت سياسي فيه خير لبلده؟ يعني شيء نادر، اللي بياخدهم باليمين بيحطهم بالشمال. فالمصيبة السوداء إن من بداية الشهر ده، من بداية الشهر القمري، القمر هنا موجود في القوس. ارجع بقى كده لورا، يعني احنا بقى هنرجع لورا بقى هنشوف البداية كيف ابتدت. نرجع القمر هنا، لو انت ملاحظ القمر اهو بيرجع تاني لورا، احنا عايزين نرجع القمر عند الشمس، نرجع القمر عند الشمس اهو. ايوه، نيجي عند اليوم ده، اليوم الشين ده اللي هو يوم 1 فبراير 2022، تقريبا يوم 3 فبراير 2022. اليوم ده هو اللي وقع فيه الطفل المغربي ريان، وكان ولادة القمر في برج الدلو بجانب زحل، وهو نفس الشهر اللي احنا فيه، الشهر القمري، نفس الشهر القمري اللي فيه القمر اتولد في برج الدلو جنب زحل والشمس في الوبال، هو نفسه برضو اليوم اللي ابتدت فيه الحرب الأوكرانية الروسية. فيعني صراحة احنا ما شفناش خير من هذا الشهر الجليل الكريم الحلو الجميل، ما شفناش منه أي منفعة خالص. شهر يعني مش عايز اشتم، يعني شهر ما منوش فايد. اللي فين بقى توصل الحرب ومستقبل الحرب وايه الكلام في رجلين الحمام؟ هو شوف، زحل مش عامل اي اتصالات سلبية بما فيه الكفاية، فزحل مش ضد المريخ. يعني زحل لو كان هنا كده هو ضد المريخ كان العمليات العسكرية هتوسع، بس زحل مش ضد المريخ، ولا زحل عامل تربيع مع المريخ مثلا من برج الحمل او من برج الطور او من اي برج تاني، مش عامل، ولا حتى عامل تربيع من برج الميزان برضو، يبقى ده يخفف شوية. المصيبة السوداء في المشتري، احنا مشكلتنا كلها دلوقتي مع المشتري، هو اللي هيضخم وهيعزز الثقة بالنفس عند الشيخ بوتين. يعني الشيخ بوتين هيشوف ان هو ايه، ان هو كده يعني بقى راجل جامد قوي. ممكن نجيب خريطة بوتين دلوقتي ونشوف ايه القصة فيها، ونشوف دلوقتي. لكن للأسف الشديد ان بوتين شكله يحب يتكلم كتير ويبربر كتير، وانا عملت وانا سويت. وبعدين هما متفقين، اكيد في اتفاقيات ما بين امريكا وما بين روسيا، انه خش خد لك الحتة دي واستوب على كده. وطبعا انت دخلت، هو بوتين فرحان انه دخل، وقفوا له خط الغاز، هيفرضوا عليه عقوبات، هيمنعوا البنوك الأوروبية والبنوك العالمية، عقوبات عقوبات، المهم هيخربوا الاقتصاد الروسي. يعني ده فخ، يعني أوكرانيا ما هي إلا فخ لبوتين، وللأسف الشديد استفزوه عشان يدخلها وهو المتضرر. يعني عاجلا أو آجلا بوتين هيتضرر من الخطوة اللي عملها دي للأسف الشديد. الموضوع بقى هيوسع، هو واضح والعياذ بالله إنه هيبقى فيه ثقة في النفس زايدة عند بوتين والعياذ بالله، ولو وثق في نفسه هيخربها بقى، هيدخل هنا يدخل هنا يدخل هنا اوبا. ويعني في كلام كده انا مش عاوز اقوله، تبعات الحرب انه مثلا
كل الطيارات المدنية اللي هتدخل كييف او هتدخل اوكرانيا وقفوها، محطات الكهرباء اتضربت، جنود ماتوا، هلع وذعر اكيد، مشاكل في المية والكهرباء اكيد، مشاكل في الانترنت اكيد، هبوط قيمة العملة الاوكرانية اكيد. فين الخازوق بقى الجاي؟ هيأثروا على تصديرات القمح او صادرات القمح العالمية اكيد. مش كده وبس، هنا عندنا بقى خناقة في البترول. يعني كيف هيأثر على سعر البترول والذهب لما 1900 تقريبا 1900 تقريبا 81 ابتدت الحرب الزفتية العراقية الإيرانية، وكانت اسمها الصدمة النفطية الثانية. سنة 1973 الحرب ما بين مصر وما بين إسرائيل يوم 6 أكتوبر كانت الصدمة النفطية الأولى. سنة 1900 تقريبا 87 دي كانت أزمة في البورصة الأمريكية، أو ما أدري أزمة في، يعني في مليارات اختفت من البورصة وما أعرفش راحت فين. سنة 1997 أزمة النمور الآسيوية، برضه هنرجع تاني. الحروب بتأثر على الاقتصاد أكيد. أنت فين بقى؟ البترول هيروح فين؟ يعني دلوقتي سعر البترول البرميل 95 دولار، لفين هيروح؟ الله أعلم، يعني أكيد هيزيد. المشكلة فين؟ إنه لو أمريكا طلبت من أوبك، يا أوبك يعني ارفع النفط أو خفض النفط أو العب في النفط، أوبا 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 أوبا، إحنا بقى رجلينا هتيجي في الفخ. أنا ممكن أنصح الدول اللي في أوبك إنها بلاش تسمع كلام أمريكا، لأنه لو حصل إنه يعني لو حصل إنه الدول اللي في أوبك عملت شيء يضر المصالح الروسية، يعني روسيا ممكن تضرب دول الأوبك، بس كده، بس شكرا كل سنة طيب، بس هو ده التوقع اللي أنا ممكن أقوله. فأنت دلوقتي، أنت دلوقتي يعني بتقول كلام استغفر الله العظيم، هنعمل إيه طيب؟ ما هي الموضوع ماشي كده، إنه فيما بعد تبعات الحرب، تبعات الحرب دي إنه بوتين هيتجنن في مخه ويخش يضرب الدول العربية اللي عندها الأوبك. أنت عندك أوبك خد، أنت عندك أوبك خد، انت بتسمع كلام امريكا وتضرب السوق الاقتصاد الروسي لان الاقتصاد الروسي اصلا يعاني، طب خد هوبا هوبا هوبا. يعني في الحرب دي يعني مش هتطول قوي، بس لها تبعات بنت كلب كده شويه، الله اعلم بالتبعات هتزيد لحد فين. لكن البترول كده كده هيرتفع سعره، معروف وقت الحرب بيرتفع سعره، والذهب وقت الحرب اكيد بيرتفع سعره لانه ملاذ امن للناس، فبيزيد الطلب على الدولار، وقصدي بيزيد الطلب على الزفت الذهب، ويزيد الطلب على البترول، وبيحصل ارتفاع في اسعار الذهب والبترول. لكن الدولار معرفش ايه اللي هيحصل له، الدولار كده كده عملة ابو كلب، يعني مع الوقت كده كده الدولار ده هيبقى مرمي في الشوارع، بس دي قصة تانية. حقيقة وصراحة الحتة اللي انا قلتها في الاخر دي هي الحتة اللي عليها الكلام شوية. الكلام ده بقى متى هيحصل؟ ده محتاج له حلقة تاني او محتاج له تحليل تاني، لانه انا سخنت والواحد مش عايز يقول كلام ما يقدرش يقوله. على العموم لما المريخ يقترن مع زحل، ده تاريخ مهم في تطور الازمة. تعال نشوف متى المريخ يقترن مع زحل. احنا محتاجين هنا المريخ ومحتاجين هنا زحل، محتاجين الالكترونات بتاعتهم كده لحد ما نشوف الدنيا ده هتروح فين. هما هيقترنوا يوم غريبة، كيف كده؟ 5 أبريل 2022 هيقترن زحل والمشتري. هو كده في شيء غلط في الخريطة، ثواني، لا كده الخريطة صح، معلش. 5 أبريل 2022 اقتران المريخ وزحل في برج الدلو. الاقتران هيبتدي من قبلها بشوية، لو انت شفت هنا بيلد تشارت كالكوليت. طيب بداية من يوم 21 مارس 2022 هيبتدي المريخ يقترن مع زحل. المشكلة في اقتران المريخ مع زحل، اللي هم اقتران النحسين، انه بيبتدي الصدمات تزيد، وبيبتدي الغضب المكبوت الداخلي يزيد. السنة دي انت عندك فيها ادي المريخ وزحل مقترنين، والمشتري ونبتون مقترنين. وارد انه يتم استخدام الجماعات الارهابية بشكل موسع
لتصفية بعض الحسابات اللي هو الجماعات الدينية اللي هو داعش والنصرة والبدنجان والأشكال الضالة دي. الأشكال الضالة دي اللي هم التيارات الإسلام السياسي يتم استخدامها. المشكلة إن زحل والمريخ هيقترنوا لما تكون الشمس في برج الحمل، وده بيدعم الحرب للأسف. هيكون بقى القمر اتولد فين؟ الله يلعن أم اليهود. هيكون القمر اتولد في الحمل يا البومك. ما هو القمر لما يتولد في الحمل ده يعني بداية سلسلة صراعات جديدة كده. طب ايه السنة المعرصة دي؟ يعني احنا ما اتفقناش على كده، احنا قلنا ان السنة دي خلاص هنبطل تعريص، التعريص ورانا مفيش فايدة. وبعدين يعني لما اتولد القمر في الدلو ابتدت الحرب الأوكرانية الروسية وحادثة الطفل ريان ومش عارف لوهانسك ولوجانسك دول بتوع زفتطين أوكرانيا، ودلوقتي القمر هيتولد في الحمل. أيوه فاضيين احنا بقى، فاضيين احنا للتهور والتخلف بتاع برج الحمل. يعني كل الناس عارفة ان برج الحمل ده برج اهوج وناقص العقل، وولادة القمر فيه شيء مش لطيف قوي. يعني ان القمر يتولد في برج الحمل يا ناقص قرف. كل واحد ياخد قرار كده يبقى فيه قرارات متسرعة، والشعوب هي اللي بتدفع تمن القرارات المتسرعة للحروب وبداية الحروب. في حاجات ممكن تتحل بالسلام وبالهدنة وبالتهدئات وبالاتفاقيات وسيب ونسيب كده، يعني في كتير حاجات ممكن تتحل بالسلام. لكن للأسف ولادة القمر في الحمل ما بيحبش يحل بالسلام خالص، ده بيحل بالحرب اللي هو العنف والعنف المضاد والنزاعات المسلحة وتسليح جماعات وشغلانة يا راجل شغلانة. على العموم آخر كلمة أحب أقولها هو إنه لو أمريكا المعرصة حبت تستخدم دول الأوبك عشان تضغط على روسيا، فلا يجب على دول الأوبك إن هي تسمع كلام أمريكا. الله يلعن أمريكا واليوم اللي شفنا فيه بلد اسمها أمريكا، لأن هتورط الدول العربية في حروب، أو دول الأوبك هتورطها في حروب ما الله بيه عليه، وهتورطها في نزاعات برضو ما الله بيه عليه. المستقبل محدش يعرف فيه إيه، لأنه التحليل الأول طلع صح. أنا بعمل تحليل تاني، ما بحبش أتوقع حاجات سيئة، لكن هو السيء بيحصل أصلا، فما فيش حاجة بإيدنا. يعني هو ده آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، والله أعلم إيه اللي جاي، لكن غالبا سيتم استخدام سلاح الأوبك ضد روسيا، مع ان هي اصلا أوبك موجودة في الأوبك بلس بلس ولا مدى أوبك بلس والتانية دي. بس يعني مش هنتسرع وهنشوف الدنيا دي رايحة فين وجاية منين. احنا مش هنتسرع في الحكم او في التحليل، وهنشوف هل فعلا تبعات الحرب دي هتكون تبعات عادية ولا هتكون تبعات مبالغ فيها زي ما بيقولوا. احنا ما نعرفش، انا ما اعرفش، بس هنضطر ان احنا نستنى لحد ما نشوف الدنيا دي رايحة فين وجاية منين. بس شكرا.